جراندايزر ننطلق طيارة يلا مساك لألك شوفي هبش لك كم ألفية شو كان شو تعويض أخي لأهلك سلام خيو خبري ما تسوى خير خطفوا أختي وصهري لا العمى العمى مين عرفتوا مين لا والله ما بعرف بس وحياة الشاشة الحلوة إذا بدي برضي الهواء راح أعرف لك مين طيب أخي صهرك الله يرح الله يطول بعمره إله علاقة بالسياسة يعني بالسياسة إله علاقة والله على حد علمي هو دب بس انت بتعرف هالاوضاع ما ضل حمار ما صار سياسي طيب اخي يعني بلكي مثلا بلكي ها بلكي شو يعني بلكي مو مخطوف يعني بلكي بنت خالته ايه شو فرقت يعني لك شو فرقت اذا مخطوف تدفع عمله داكيشه بتاخده اذا ببيت خالته ما فيك تروح تسال عنه لانه بتقعد جنبه بتقعد اسمع ابو عدنان لا مستحيل مع البرطيل كله بده يترزع على اكتافنا اخي هيك اذا مخطوف والله لتدفعوا اللي فوقكم واللي تحتكم اللي فوقكم واللي تحتكم رح تدفعوا لك سلام الله يبشرك بالخير يا جراندايزر الحقيقه كلماتك تبعث بالطمانينه بنفوس المواطنين انت لك تسلم لا بس هذا الواقع يعني الواقع هيك هو بتعرف شو بكره بخمنون تخمين لك ايه يعني تخمين بيشوفوا مياته وماهيته قد ايه بدكم تدفعوا هيك يعني ماشي سيدي ماشي الله معه مهوني الله يفك أسره تجردت احنا أبي تعتب علي شيء إذا طلعت منه؟ لا ما حدا بيعتب عليك أنا كمان هلا بدي الحق هذا السهر لا بيقدم ولا بيأخر بدي ينام يفوت لجوا ما حدا ينام هون بس واحد شاف هيك ناس نايمين حواليه بيموت من النعاس يا سلام انا ما بدي نام انا بس بدي اتسطح شوي لا امي لا فوت اتسطح بغرفتك ادخلك من هون يلا لك امي اطلع على اوضتك يخرب بيتك بلا ما تنغص ونركض فيك ونوقف لك كل شوي بمطرح ويلحقك الضبع بالبريه وما تضب اغراضك ما تلحق الضبع وعي خليه هلا وقتها خفت دمك وقتها سبحانه للذي خلقك سبحان الذي خلقك فداء ما بيجي على بالك المزح الا وقت الجد انا كنت عم بحكي جد انت اللي كنت عم تمزح وتخفف دم شو هالحكي العام بيشترك 100 واحد بالجريمه وبالاخير ما حدا بيطلع من زب غيري حاجتي تتهوبي قدامي قومي فوتي على اوضتك تتهوبي لكن ما بدي اتهوب بدي فوت على اوضتي ماني فايته تهوبي وخليكي باوضتك ما حدا عم يقول لك ترجعي قومي لك قومي لك قومي مريم ما تكون حبله وتسقط ايه تسقط احسن ما تكون واقعه بين ايدين هالكفار هي الحريه اللي وعدتونا فيها ملعنا لسالاتنا وسكتنا على اساس الامور رح تتغير مو على اساس تخطفوا اخواتنا شو خص هي بهي هدول عصابات عم يترزقوا من رقاب هالعالم هدول اللي بسموهم أثرياء الحرب ما دخل الحرية فيهم بعدين هدول بشكلوا أكبر خطر علينا مو كل الوسخة تحطوها برقابنا برقبة مين بدنا نحطها؟ برقبة الحكومة على أساس الحكومة مشكلة عصابات مسلحة وهي عم تخطف العالم؟ هلأ من منطلق النظام يلي أنت بالنسبة إلك هو الدولة شغلة مقدسة ما شرط إلك الدولة بس ممكن يكونوا عالم محسوبين على الدولة وما أكثرهم وما بتفرق كتير يعني انت بتستثني العصابات المسلحة بتاتا حضرتك لا انا ما قلت هيك كل شي في مرتزقة بدها تبين هلأ بغض النظر وين موقعهم هدول عم بيسببوا لنا اكبر خطر بعدين كل الناس عم تحسبون علينا مثل ما حضرتك حسبتون علينا ايه حاجة تقروا بدنا نعرف النام هي أمان هاد اللي عم تحكي عنه أي أمان؟
الأمان مو إنه يرجع الواحد بنص الليل على بيته وما حدا يحكي معه، الأمان إنه الواحد يحكي رأيه بحرية بدون ما يجوا زوار الفجر يقشوا قش من حضن أمه. لك هذا حكينا، لك حتى إذا قشوا في محامي يدافع عنه، أما عنا إذا حدا مسلم على هذا الواحد بزماناته بقشوه دغري، واللي على عيونه اللي بيشتروا القش مشترى. شو فداؤه؟ كأنك صايرة ثورية؟ لا، مالي ثورية. أنا أغلبية صامتة، بس مرات ببقى للبحصة. هذا الحكي كان زمان، هلا الوضع كلياته تغير. عدوا على أصابعكم، عندكم قانون مطبوعات كان عم ينشغل عليه، قانون أحزاب كان عم ينشغل عليه، قانون طوارئ لو مستنين أمحى كان التغى لحاله. قديش ما نستنى يعني؟ شي 100 سنة؟ بعدين كل هاي قوانين مفصلة على المقاس، مو هالدودو؟ طبعا، لو مشاورين الشعب من الأساس ما كان انتفض بالمرة. شعب كل نص نايمة، بس لما سمعت كلمة الشعب خلاص خلاص يعني طارت من عاوزة. ليش مو معبي عينك الشعب يعني؟ لك يا حبيبتي أيتها المناضلة الثائرة، ما في شيء اسمه شعب، في شيء اسمه وول ستريت بيلعب براس أكبر شعب وأكبر جماهير، بيخليها تحارب ضد حالها وتقسم بلادها وهي مفكرة حالها داخلة على التاريخ سكارسا، مو أكل بحالها كم تريدي. هلا برأيك كل هاي الثورات عملها الوول ستريت؟ إيه طبعا، لكن أنت يعرفني السجن ترى نمرة، الوول ستريت عم يقسم السوق من جديد حبيبي. بدل ما يبعث ماريز وما مارينز ويخسر عساكر ويحط مصاري من جيبته ويعلق هالشعوب مع بعضها، بيلعب بقى براسك وبراس هاللي مثلك، خلاص هني لح عليهم بيقسمون السوق مثل ما بده. كلامك ما كتير دقيق، السوق ما له أي علاقة، لكن أنا برأيي هناك مؤامرة كونية تحاك ضد الأنظمة والشعوب هاللي لساتها رافع راسها لهلأ وعم تقول لا. ليش هاي الأنظمة اللي عم تحكي عنها خلت شعب رافع راسه أصلاً؟ اتنيناكم رافعين شعارات، وكل مين بيرفع شعار بصير عبد لإله، لحتى الواحد يوصل لقناعة لازم يحلل عمي، لكن لازم يحلل، مو يمسك شعار ويبرم حواليه مثل اليويو. يو إن شاء الله ما بيبلى الفهيم. إيه ذاتاً أنا وياك الأغلبية الصامتة أفهم اثنين في هذا المنزل، والباقي كلياتهم سبحان الذي خلقهم بيشتروا الغش من مشترى. أنا مو أغلبية صامتة، أنا رمادي على قولة أخوك شي جيفارا رضوان. شو لا سلام، دب الفهم فيك هيك على غفلة حتى عم تشارع المتعلمين تبعنا؟ عم قوقلها براسي أبو عادي من الانترنت، منين يعني؟ هلا سمعتكم عم تقولوا إن هدول الجماعة ما يترزقوا، بشو بدهم يترزقوا؟ إذا مريم ويعقوب تسلخوهم مليون عصاية ما بيهر منهم 10,000 ورقة. لك يا بابا، لو كانوا بدهم مصريات يعقوب ومريم كانوا أخذوهم وزتوهم، ما كانوا خطفوهم من الأساس. هدول بدهم يترزقوا من مصرياتك يا بي، بقى جهز لي حالك للصدمة. وشو خصني أنا؟ شو دخل مصرياتي بالنص؟ شلون شو دخل مصرياتها؟ شلون شو دخل مصرياتها؟ بنتك ولا مو بنتها؟ ولا إذا كان جوزتها يعني خلاص ما عاد مسؤول عنها؟ لك ما اختلفنا بنتي، بس أنا ربيت وعلمت وجوزتها لحتى تجيب ولاد تقعد ببيتها وتكن، يعني أنا شو دخلني؟ بس مشان هيك تنخطف وأدفع مصاري من جيبتي لحتى فكها؟ والله بكل موسوعة جنس ما في أحقر منه زي أخذ مني مصاري. أنا بتمنى إنه مريم تكون ميتة ولا تكون عايشة بين إيدين هالخاطفين الحقراء هدول. سبع إن شاء الله أنا ولا هي. سبع تمك. يا جماعة خلونا نوقف نقاشات سياسية، هون بيت مو برلمان. يعني عساس بالبرلمان بيعرفوا يعملوا شيء غير إنه يزقفوا ويهزوا براسهم؟ بيوقفوا. لكن مو ضروري البرلمان تبعنا، نحن عم نحكي من حيث المبدأ. رضوان بسألك سؤال، ما عندك حدا من جماعتكم هيك يعني له كلمة بيقدر يتدخل بالموضوع؟ أنا ما عندي جماعة، عندي فكر. يا سيدي ما اختلفنا، أنا شوف أنا معي فكر ولا جماعة نفس الشيء، يعني أنا بحكي هيك على قد عقلاتي وأنت فسرها بحسنية، شو رأيك؟ شو بدك فهمني؟ في حدا من فكركم بيمون على هدول المسلحين طالما هن بالاخير محسوبين عليكم؟ مو محسوبين علينا، شو قلنا كل الليل عم نحكي؟ هدول بدنا نحاكمهم كتجار ومجرمين حرب امام محاكم عادله.
ثقتك بنفسك تنم عن غباء عميق. ابقص ايدي ايها المناضل العنيد، اذا مو بكره تجار الحروب هن اللي راح يحاكموك. وغنيتك هي تبع تعرفني القضبان ترى رمرم، يعرفني السجان ترى رمرم، راح تغنيها جوا بس لرفقاتك خلف القضبان ترى رمرم. لك فشروا، الحق رح ينتصر بنهاية المطاف. مزبوط، الحق رح ينتصر، مشان هيك اللي وقفوا ضد وطنهم هلأ رح يندحروا. والله هي بدها بحث مين اللي ضد وطنه. أيها الأخوة الأعداء اسمعوا وعوا، اللي معه مصاري أكتر تيرشرش أكتر هو اللي بيربح، لكن إن شاء الله فهموا بقى، فهموا المصاري إلها مفعول مثل السحر، تشتري فيها أي شيء، أي شيء، حتى الانتصارات. إيه لا يا سيدي، مو أي شيء. لا يا سيدي أي شيء، ونص هدول اللي حضرتك مفكروا المناضلين ما عاد بدهم يناضلوا يا أخي، خلاص بطل الشغلة، كل واحد منهم عم يقبض فوق $10,000 بالشهر، بشرفك، بشرفك هدول بدهم الثورات تنتصر. شو هالحكي؟ تعرف؟ إذا الدولة بتعرف تشتغل لازم عن طريق واحد تالت تدفع لهم رواتب، مشان بحياته ما حدا ينتصر على حدا. هدول مرتزقة كانوا عايشين على طبق النظام، بس اليوم في مين يدفع لهم أكثر؟ لك حاجة بقى أنت وياه، هدول ما بشكل 1%. لك إيه بس بقى، سايقين الكل. إيه لا يا حبيبي، في شرفاء وكتير كتير كمان. مزبوط، لسه ما اندفع له لساته شريف، بس لما بيحتاجوا بيدفعوا له، ببطل شريف. لك يا حبيبي أنت يا فهموها بقى، إذا بدك تخرب بني آدم يرشرش عليه بدون ما يعرق. إذا شعرتم أن السيد سلام يشعر بالبرد ألقوا عليه بطانية أو شيء من هذا القبيل كي لا ينمغص أو شيء من هذا القبيل. ألقوا عليه بطانية، ها مو قنبلة. لك ليش سكتوا؟ كنت متونسة بصواتكم. هي ياسمين راحت اندفست وتركتني لحالي. حقير بوق. زلم كل واحد لبطه بتهد الحيط، قاعدين تحت لا تخافي. عم يقتلوا ال100 زلمه بفرد دفع، ليش ضل الزلم قيمه بهالوقت؟ اهدي لك امي، اهدي اهدي اهدي. روح ارتاح ابني روح. رضوان؟ كمان انت عم يجيكي منامات؟ أنو منامات هي؟ ما بدك يعني نام بالأول لحتى أشوف منامات؟ الله وكيلك كل ما بسمع صوت بفز من أربعتي، بقول إجوا يخطفونا إجوا. وياسمين يا حرام. بعرف سمعتها، ذاتا هي بتشتري الكوابيس مشترى. أمك عندها جوا. ماما؟ بتعرف شو؟ رايحة لعند أمك، ذاتا ما بحس بالأمان غير بحضنها. أيوه.
ملكتك التوأم ملكة الكوابيس. لازم نسقيها خشخاشة قبل ما تنام. رضوان فيق أبوك خليه يفوت ينام جوا، بكره بفيق ظهره يبسان وملتهب عرق النسا عنده. لا تخافي فيحة، لا تخافي، روحي نامي. أوه ماي جاد، كمان أنت ما عم يجيك نوم أبي خليل؟ الله ما غمض لي جفن والله. كمان مرعوب مثله؟ لا بس عم فكي. هات نشوف بشو عم تفكي. يعني كنت عم أقول لحالي إنه هدول إذا كان طلبوا هيك مبلغ كبير يعني لازم ندفع لهم. عندك خيارات تانية؟ بس أنا كنت عم أقول لحالي يعني إذا عملنا حالنا نحن ما يعني ما لنا سائلين، في احتمال يفلتوهم. شو بنا أبو عادل؟ بنتك هي قد ما طلبوا بدك تدفع لهم ها؟ صاغراً. أيوه صاغراً. لك يا أخي ما اختلفنا، بس كنت عم بقول أنا يعني من باب التجربة إنه إذا طنشناهم يومين ثلاثة شو بصير؟ إيه وإذا بعثوا لك إياهم سحارتين ثلاثة مثل ما قالوا لك رح تقدر تخلي الروح ترجع له؟ أخي أنتوا ليش بتفكروا بسونية؟ ما عم بعرف. يعني نحن ما رح نقطع لهم الأمل. نحن رح نفتح معهم بازار وإن شاء الله نوفر منهم 10 ورقات مكسب يعني شعره. خليك محمود، يعني إذا بدك مساعدة أنا جاهز. لا كثر خيرك، لا أقطعك أنت. لا حول ولا قوة إلا بالله. شايف سيد عساف؟ إن شاء الله شوفه بعينك. لسه ما استفتحنا نزل السلة. طيب وأنت شو خسران؟ عبي له إياها. لك أخي والله البطر ما بيبقى لمين ما كان، صار له سنة ونص ما دفع النقلة، يحترم حاله وينزل لتحت بدل ما يدندل سلة. أبو محمود هلا خلينا بالموضوع. ترى هذا ناجي صار له فترة. بعرف بعرف، من شان الست بيداء. لك مو ضروري الست بيداء، أي ست بيمشي الحال، بس إذا بدها تتمعزز علي ما عندي وقت للمعززة. ها؟ لك أخي ما حدا بيتمعزز عليك، أنا بنهي لك القصة، أنا بدي أدس لك. لك يا أبو محمود أنت بدك يعني أقضي حياتي كلها دقدسة؟ يا أخي الشغلة ما بدها دقدسة، عندما تكون جاهز نار. بعدين اسمع أقول لك لازم نخش بالموضوع لأنه بيني وبينك الوضع ما بيتحمل وفهمك كفاية. إيش لونك معلم عساف؟ إيش في ما في؟ إن شاء الله ما رح نكون حدا بهالكم يوم. أخي إذا علقت بالأرجنتين بينشغل بالي، بالسويد بينشغل بالي، باليابان وأستراليا بينشغل بالي، هون ما صفالي حدا، إن شاء الله ما رح نكون حدا. والله في من ولاد عمومتي 2 شباب مفقودين، ما لنا عرفانين مفقودين، معتقلين، مكموشين، مقتولين لا سمح الله، ما عم نعرف. يا لطيف يا لطيف، شو هالحكي لك أبا مين؟ من هداك النهار لهلا ما عرفت عنهم شيء؟ هوديك اللي هداك النهار بينوا، واحد مخطوف وواحد مكموش، هودي اللي عم اقول لك عليهم امبارح اختفوا، ما نحن كل يوم بيروح من عنا عالم. أخي أبو أمين، أنت بتزعل من الحق شيء؟ والله إنه أقول لك إني أنا ما أزعل بكون كذاب، لأنه الناس ما بتزعل إلا من كلمة الحق. بس بروك كذبلة ودلسلة بتكيف بتنبسط منك، قول كلمة حق ما بيتمن لك صاحب. يلا سيدي بنتحمل كلمة الحق تبعك هاي إذا ما بتقدر بلاها. أخي مشان ولا الله لا بقى دندل لي السلة، انزل لعندي وخذ اللي بدك يا براسي بخدمك، بس يا أخي إنه دندل لي السلة والله بحس فيه أي هانة. لك أشبك أبو محمود أشبك، إيش بصير لك أنت والسلة؟ لك علي الطرباع عليك شغلات مثل الأولاد الصغار. لك يا خاي هي السلة وقت بنسحب على بكرة البيليا ما بنحس فيها، ضروري يعني انتع على الدرج واطلع لفوق ووصي لساني قدام الشبر. لك الله لا يوقفوا هذا المهندس، عامل الدرج تشك واقف وقوف بتطلع عليك كأنيتك عم تتعربش عربشة مثل أبو بريص. اعتبرها رياضة لك أخي، رياضة ما بيأثر. أبو محمود على سيرة الرياضة خليني اسلك الضغط والسكري، تعال عود. لا سيدي لا، انا عمري كلها ما فتت مستوصف مشان ما اعرف شو معي، عف عنا يا يي يي يي. تعال عود تعال تعال، لاقول لك كل ما اكتشفنا العله ابكر بيكون العلاج افضل. بعدين انت لازم تروح على المستوصف، صاير عم تعصب هالايام كثير، يمكن يكون عندك مشاكل بالغده الدرقيه. هي الدرقيه اللي عم تقول عليها ما بتنفحص معك هون؟ الغدة الدرقية؟ لا هي بدها شغل. ولا من نيتك، كلفنا أبو محمود بالعملية. أبو محمود زلمة ممكن الإنسان يعتمد عليه. عملية شو؟ عملية الزايدة ولا عملية الإفتاء؟ مسخر،
مسخر لك تمسخر. لك مو مسخر انت الثاني، مزح مزح، بس عن جد ما عرفت انواع عمليه. جوازتي. طب وشو بده يعمل لك زيادة ابو محمود على اللي عملته انا لك عساف؟ راح يشوف سهرة ويقول له مثل ما انا قلت له وراح تعود تستنى. معليش معليش، لما بصير حكي من كذا جهة بيتشكل ضغط. دول كوليسترول، اعطيني كباية مية من عندك لقلك. ما قلت لي عساف شو الدواء اللي عم تستعمله للكوليسترول؟ ليبوسين. تعرف عم اخذ منه نفسه انا، اعطيني حبه لقلك. ها الو. اي نعم انا الخياط ناجي. تكرم عينك، هلا بعطيك رقم واحد منهم بتحكي معه. ايوه بدك اياهم. ايه بدك واحد منهم يحكي معك من تليفوني انا. طيب ومين حضرتك لحتى اقول لهم؟ ماشي ماشي، الله معك الله معك. لا مشوا العالم هيا. خير شو القصة؟ في واحد بده يحكي مع حدا من بيت ابو عادل بس من تليفوني. مين هو ومنين جايب رقم تليفوني ما بعرف، وعم يتأمر كمان. بقى الله يرضى عليك، استنى انت هون بالدكان لروح خبرهم وارجع. طيب انه نخلي واحد منهم يجي، ليش لا تروح انت؟ لك قال لي روح لهنيك، يعني لازم روح لهنيك. قال مراقبني، بظن لك انه هاد واحد خبر. يعني انا شو دحشتي بالنص؟ ما في حدا. مين وكيف مراقبينه؟ بس هدول ما بيعصى عليهم شيء، لهم عيون بقفى راسهم بيشوفوا لورا. وليه تركني لحالي؟ انا شو دخلني؟ مالي حملة القصة. يقعدوا يفرطوا البواسير واحمل دواء جديد. لو رضوان بيعرف يتصرف كان لقى طريقة يوصلهم، بس رضوان حمار، فكر انه جماعته على اساس ما لهم علاقة بالشيء اللي عم يصير. على اساس يعني لو مخابرات كان شيء حضرتك طالعته. أنا شو لي علاقة بالمخابرات؟ بعرف مالك علاقة بالمخابرات، بس جماعتك. مخابرات مو جماعتي، أنا مالي علاقة بالمخابرات. يا سلام، لكن شو لك عادل شو بنا؟ ملفاتك عندي. كل العالم تعرف. شو كل العالم تعرف؟ منين بتجيبوا هالحكي هاد أنتو؟ أي نعم، أنا بقول لك أثناء الجامعة من منطلقات وطنية كنت أتصدى لبعض الطلاب اللي اتجاهاتهم غير وطنية. بس للمخابرات أنا ما بكتب. لكن لمين؟ أنا ما بكتب غير للاتحاد. الاتحاد. مسيك مسيك. شو ها؟ في جماعة بدهم يتصلوا فيكم على تليفوني. شرر البيت يعني؟ لك شو بيعرفني؟ قال أنتوا اللي منتظرين منهم إنه يتصلوا. يا سلام، هذول هن خايفين يكون تليفوننا مراقب. ممكن هدول اني خود انا ما بعرف اتفاهم. الو. نعم. 3 مليون؟ عفوا منك، نحن من وين نجيب 3 مليون؟ امرك امرك. ايش 3 مليون بدهم؟ ولي مين هدول؟ لك اللي خاطفين صرنا واختنا. يا حبيبي لك انا ناقصني تعلقوني مع هدول انتو. شو بنا ناجي؟ ميوت بالله ميوت. شو خصك انت؟ لك شلون شو خصني؟ من وين عرفوا رقم تليفوني اذا ما خصني لك؟ بيكون مسجل عند يعقوب. استنى قصدي انا.
جار بصير هيك يا جار؟ بدك تنطرب وتسمع؟ اسمع مثل ما بدك، ما حدا ماسكك، بس سكر الشبابيك والابواب على حالك، لانه نحن لا عم نعرف ننام ولا عم نعرف نركز. بعدين انت مانك ولد صغير يا جار، عيب. مرة يا اخي مرة مرة. نعم، بعد 24 ساعة على سيطرة الجيش السوري والقوات. انت بتفهم التجارة؟ انت بتفهم التجارة؟ روح كب حالك بالبحر. شو عملت انا؟ شو عملت؟ كاسرهم بازرهم خليلهم ينزلوا لك بالسعر شوي، هن قالوا لك ثلاثة، قلت لهم ايه. ولك بدك ياهم يبازرهم على اخته وصهره؟ هلا ان شاء الله مصدقتيهم شو ما حكوا، لك هدول ما حيعملوا شيء، عم يخوفونا مشان ندفع. الى 100 ذهب احمر رفع الشغلة. بعدين شو راح يستفيدوا اذا تلوهم؟ ما بيستفيدوا شيء. خلي يجربوا لي شوف يقتلوهم شو بيستفيدوا. قولي على قلبي، بعيد الشر عنهم. قولي بعيد الشر لشوف. بعيد الشر لشوف. والله لسه بدنا مليون يا ابتي، منين اجيب بقيه المبلغ؟ دخلني انا من وين من كان، لو بدي روح اشحد بالشوارع. الله لا يوفقهم. 3 ملايين، 3 ملايين قشطونا اياهم بتكه وحده، شو هالعمر. طيب خليل، شو رأيك؟ انت بتشوف اخواتك وانا بشوف اخواتي، بلكي بيساعدونا بشي مبلغ. لكن ما اختلفنا، بس مو بدنا نرجع نسد المبلغ؟ بدنا نرجع، والخازوق اذا كان ارتفعت الليرة بصير الارض لك تسد 3000. ايوه ابني الله يرضى عليك، الدين بالدولار افضل من الليرة، ما بتعرف شو بصير. ومين معه دولار هلا سيد خليل؟ مين معه دولار؟ خلاص بابا خليك برات الموضوع، انا بظبط كل شيء. لك شو خليك برات الموضوع انت بظبط كل شيء؟ المصاري مين حاطه؟ مو انا من جيبتي؟ ولا مفكر حالك يعني انه انت دافع حقه للمحل اللي بعناه؟ لك خليل خلاص بيعوني الي، بيعوني اذا كان بنباع معكم. اختكم وصهركم بدهم يطالعوا من بين ايدين هالظالمين، يعني بدهم يطالعوا من بين ايدين هالظالمين، كل واحد ياخذ زاويه ويفكر لشوف. على سيرة يعني بنتنا وصهرنا، كنت عم بقول لحالي يعني ليش ما نحن ندفع عن بنتنا وصهرنا اهله يدفعوا عنه؟ يعني ضروري نحن نتحمل كل شيء برعبتنا؟ مجرد اقتراح يعني. بلا الله لا يوفقهم، هذا اللي طلعت فيه. جوز حلق وعيار شو؟ 21 مثل ما اجوا مثل ما راحوا. يعوضك الله اختي. الحلقات اللي بأدنيكي هاتيهم. الحلق ما بقدر. وليش ما بتقدري؟ بيعزوا علي. شو؟ بيعزوا عليكي؟ شو يعني بيعزوا عليكي؟ ليك حبيبتي ياسمين، ولا همك، أنا بعوضك بشتري لك بدالهم بس تخلص القصص، ولا همك. ما بيمشي الحال بدالهم، هدول لهم معزة خاصة عندي. أكثر من أختك؟ لا مو أكثر، بس هدول ما بقدر. بعدين كل حقهم ما بيطلع 500 ليرة. 500 ليرة مو عاجبتك؟ نحن بحاجة القرش هلا، اشلحيهم. عم اقول لك اشلحيهم. لك اشلحيهم احسن ما امزعهم من ادنيكي مزع. لك اشلحيهم يا اشلحيهم. خلي لها اياهم عجوز الحلق امي، يعني مو معقول انت؟ لا ما بدي خلي لها شيء. شو كان اسمه هذا اللي قاعد على صدر العالم؟ قانون شو؟ ايه القانون اللي بيعفتوا فيه من مكان. ايوه قانون الطوارئ. هاد هلا هون قانون الطوارئ، يعني ممنوع حدا يعترض. روح اخذكم على كف عفريت، عفريت اللي طب وشي الهي. يا حرام يا حرام على هذيك الايام، راحت راحت. اسال الله ايام قانون الطوارئ. قال ما بتعرف خيره لتجرب غيره. كنت عم ربله مو احسن؟ لا طبعا مو احسن. البلوك اولا بينسقب، ثانيا البلوك ما بيمتص الصدمات الانفجاريه، ثالثا بيعمل سكترما، يعني الرصاصه لما بتصطدم بجسم صلب بتغير مسارها، هون بتستقر بقلب الكيس
ورابعا واخيرا هدول بزمن السلم تحملهم وبتمشي، مو احسن ما تهد؟ ممنونك، ممنونك على المحاضره. محمود قوم قوم قوم، لك قوم. لوين لوين؟ اخي هذا لعب الولاد صغار ما عاد بدي اياه، قوم قوم خلينا نخطب هالمخلوقه بشكل رسمي، نطلب ايدها خلاص. انا مقتنع مقتنع بهالمخلوقه وخارطه مشطي، الله يرضى عليك قوم. بعدين انا ما بدي اياها مشان الوناس، وفهمكم كفايه. وليش ما رحت لعند ناجي واخذته؟ روح لعنده. لك اخي ناجي شكله شكل صعلوك، اللي بيمشي معه بيقلل قدره وقيمته. قوم اخي قوم اتحرك. اخي ماني رايح، خلص خليها للمساء. صراحة ما بدي سكر الدكاني واترك الساعة لهذا الواطي ناجي. ايه صار سارق لي نص الزباين، والله اذا اجت العالم ولقيت الدكاني مسكرة لا اخسر النص الثاني. ابو محمود ولا يهمك، انا بدفع لك الخسارة ولا يهمك، بس اتحرك قوم اتحرك. ما بدنا نروح خبط لزق، بلكي رحنا لعند الجماعة وما لقينا حدا منهم. والله ماني نسيانك، خلاص انا بشوف سهرة وبحاكي، صار لي زمان ما شفته. طيب ابو محمود خف لي ايدك شوية، لانه الوقت مو لمصلحتي، بعدين صار عندي مشاعر تجاه هاي الانسانة وفهمكن كفاية. لك ليش؟ رجع دندن السلة يا عمي الله. ولسه مطول بالك عليه؟ حط له فيه عوة ناسفة وقل له ربي يسر. والله جاي على بالي هيك ساوي، قنبلة نووية بدي احط له بالسلة. والله ما بعرف شجرة العيلة مين بده يشتريها؟ شو بدنا نستفيد الشروه؟ لك شو بدهم يستفيدوا منها الكيابي؟ لك على اساس انت تاجر بتفهم بالانتيكا، بجوز اللي بايدك تجيب اكثر من كل هالكربالي. حطها من ايدك، حطها ان شاء الله. جوز الحلا ولا تكذبي، انت ما تمسكتي فيهم الا لانه من حدا بيخصك، صيغتك كلها حطيتيها وما سالتي عنها. منيار مثل ما توقعت. مين بيكون لك هذا منيار؟ مين بيكون لحتى يهديكي جوز حلا؟ وانت اي اساس تقبلي منه هاي الهديه؟ على اساس انه كان رح يصير جوزي. خلص طولي بالك، طولي بالك وفهميني شو صار. كنا رفقة بالجامعة، سرقني بثلاث صفوف، كان أرقى واحد بالكلية. حالك كنا نحب بعض، ومن شي سنة ونص اتفقنا إنه يجي يخطبني وطلع نصاب. ما هيك؟ وقسما بالله إذا بيكون صاير بينك وبينه شي لا اتبرى منك لأبد الأبدين. عم تسمعي؟ شو رأيك تروح تجيب سكينة من المطبخ وتجي تذبحني؟ هيك هيك ما حدا بيحاسبك، جريمة شرف. سدي حلقك وبلا فزلكة، جاوبيني على سؤالي يلا. لو نصاب كنت بحتفظ بهديته. طيب لكان شو صار؟ ما اجا وما عاد رد على رسالي على الفيسبوك. فكرت مثلك انه نصاب. في آخر رسالة بعثت له إياها كتبت له إنه أنت واحد نصاب، ما خليت كلمة ما بتسوى إلا وبعثت له إياها. ما في ساعة بعد بعثت الرسالة فتحت الإنترنت شفت صورة مطروشة ترش وكان مقتول. إجت قذيفة تهاون على سيارته وهو جاي لعنا يحكي فيني. نيار الشامي الله يرحمه كان مناضل بكل معنى الكلمة، عيبه الوحيد كان مفتكر أن التغيير ممكن يصير بشكل سلمي. قتلوا النظام وهو لساته مقتنع بهالشي. في عالم عم يقولوا أن المعارضة هي اللي قتلته. شائعات أعلام النظام وأزلامه. اوعك تحكي هالحكي مرة تانية، أنا بعرف القصة كتير منيح ومتأكد منها. هلأ برجع.
وين الذهبات؟ يكون عم يوزنون. ليش عم تسأل؟ حلقات ياسمين ما كان لازم ينباعوا. ليش؟ كانت لابستن نفرتيتي؟ أمي أختك أغلى من ذكرياتها لياسمين خانو. ذكريات هيك رح تندفن. أختك لسه الدم عم يجري بعروقها. ليش أنت بتعرفي؟ بعرف. شوفي شو القصة؟ ماشي ماشي. شامم ريحة أسرار أبي؟ أنت ما دخلك. أنا ما دخلني. لا تحكي معي بهالطريقة ابن أبنه. لك أنا من خيرة المختصين بمجال عالية. أبو خليل. نب ناس بتضربني تحية. سيت أوصو. بسم الله عليك. تا اضرب تا. سيت. طرفوا. لا ماني متأكدة بس أغلب الظن هيك. يعني هي حكت لك شيء؟ لك لا هي ما بتحكي. لك هي مثل الجدبة. بس من فترة لاحظت انه على صفحتها على الفيسبوك في واحد دبقانة. شو ما كتبت بيكتب لها تعليقات وبيترجل لها لايكات. لك اذا عطست بيحط لها لايك. وهي كمان ما كانت تتأثر معه بس بالاخير شكلهم هيك حذفوا بعضه. ايه هذا مو دليل انه كانت تحبه ويحبها. مليون شاب على الفيسبوك بيحطوا لايكات للبنات بس مشان يطبقون ويبرطلون. بعرف بعرف. إلي عم تقلي لي هالحكي؟ من فترة علقني واحد ودبقني على الفيسبوك كمان كل ما أكتب شغلة يترجلي لايكات. مرة كتبت شغلة تافهة هيك ما لها قيمة قام عمل إنه نزار قباني ما بيطلع له معي وبيطلع نقطة ببحري وبحر كتاباتي وشعري. بعدين عملت له بلوك ولي على عيونه بيشتروا البلوك مشترى. كأنه عم بحكي لك شغلات عائلية كتير صايرة. أنا أيوة. لك لا 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 أخي لا ما بدنا مهلة. حددنا إيه وجمعنا المبلغ. والله على راسي. لا لا كتر خيركم. الله يسلمك الله يسلمك. خلينا ياك. ما خبرنا حدا. لا ما خبرنا واكيد ما حنخبر طبعا. حياة اختنا بتهمنا. ايه شو بدي اسألك معلم يعني مشان والله ما نعرف يعني كيف ممكن نشوفها كيف تعرف عدم المؤاخذة. ماشي ماشي فهمت. ايه على راسي على راسي. اهلين 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 سلام. شو حددنا موعد مشان نسلمون الفدية اليوم. انا وياك بروح لعندهم بنسلم وبنستلم. جاري حفظ المعلومة. يعني هي معلومة بس أخي سلام يعني أنت بتتحسس شيء من الصراحة؟ شوي تحسس ما تحسس. شو شايفني مركب حساسات ما كنتوش أنا؟ لك لا لا تعقدها يعني. بس أخي ليك بدك تقول عن جليندايزر طن تقول. بدك تقول كرتون. بدك تقول ندى القولي اللي بدك يا. بس عندي عر أولاد ما عندهم غير أبعد نان واحد. والله إذا بصر لي شيء بيشحدوا بالشوارع. بالشوارع بيشحدوا. إيه شو شايفني أهدك أنا عاملين انتحاري بحزام ناسي؟ رايحين مشوار وني ياك نجيب اختي وصهري وراجعين. لك ايه مع فهمان يعني. بس اخي طب في ضمانات يعني بلكي هن اخذونا وعملوا لنا كمين وخطفونا. هي عم تصير سلام دائما. هي دائما عم بتصير على طول. نقستي انت ها؟ لا ما ايه والله ما في اي ضمانات. هكرتني. لا مشكله هي. اخي ليك خذ المكرو. المكرو كله لك. بس خليني موجود بين هالقطافيل. الله يجبر بخاطرك. الله بخاطرك يجبر. شو انا غرندايزر شو بكن بحدد. خلاص ولا همك. انا بخليني زبطوا لك امور المكرو يعودوك اذا صار له شيء. لا لك سلام. هي ما حبيتها منك بنوب. بنوب منك ما حبيتها. تروح وترجع بالسلامه. لك عمرين والمكرو باللي فيه. المهم ما يصير لنا شيء لا انا ولا انت. لك خلاص شباك شو صار لك. بجوز انا كلي على بعضي ما اروح كمان. ما بعرف شو صار لي. حاسس اني توغوشت. والله لو كنت انا بعرف سوق كنت رحت ما خليت حدا. بس الله يوفقه هذا السايف عصى السواقه ما مشى. وانا عن جد يعني لو بعرف انه ما رح يوقفوني على الحاجز كمان كنت رحت. انا اسمي على قائمه العار. ما بحسن روح بنوب. حتى الفديه ما بيطالعوني. خلاص يا ولا طققتوني ولا جننتوني. ما حدا منكم مستعد يعمل شيء. كله على سلام سلام سلام. يا سلام والله حرام والله جريمة. لك أخي ما حدا منا مستعد ينخطف. يعني ضروري الفدية تتسلم باليد. يقولوا حطوها بشي قرنة وهن بيروحوا بياخدوها. إيه إذا هيك محلولة يا رفيق عادي. لأنه هن ما بدهم إياها باليد. قالوا لي على مطرح وسموا لي إياها. إذا بدك هيك ومنتخي ومتحمس بدلك على المطرح. خلاص ليكو. ليكون كمين. كمين؟ أعطوني المصاري. أنا بروح.